عبد الكريم الراوي استاذ مدرسه مسيره خضراء. احنا يعني شاركنا في الحركه كما شاركنا في الحركه اعتمادا على المذكره 2015 اللي معروفه المذكره الاطار 2015. المشكل الوحيد اللي بدينا به هو الاول، واذا بنا نفاجئ يعني ملي عمرنا في المذكره 2015 على اساس انه المذكره الاطار عمرنا اساس المذكره الاطار، فوجئنا بان الوزاره فاجاتنا بواحد الاجراء جديد، اجراء جديد لم نحط به علما، وكون على يقين بان لو احطنا به علما بهذه الطريقه اللي كنشوفوا حاليا ما كانش حتى شي واحد غيعمر خوفا من هذه المذكره دي، من انه يمشي لتدبير الفائض ويمشي كذا، وخصوصا ان احنا نعيشوا يعني واحد الاستقرار نفسي في هذه المنطقه واجتماعي. واذا بنا الان بهذا النهج ديال هذا النهج اللي كتمشي فيه الوزاره ديال التعيين في الاقليم ثم بعد ذلك التعيين على حسب الاستحقاق، يمكن الانسان انه ان ينتقل من 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 الحسن الى الأسوأ. كيف مثلا انه مجرد انه يكون المناطق ديالك المناصب اللي عبرتي عليها الا كانوا مملوئين راه ممكن تدوز لتدبيرات تدبير الفائض، واذا بك كتولي مجرد كنتي كتخدم في واحد الجو ديال الاستقرار حدا دارك حتى تولي تبدا تدور في الاقاليم. وهذا الشيء اللي كان وهذا الشيء لهذا نطالب الوزاره، نطالب الوزاره بانه اما ان تعطينا المناصب اللي عبرنا عليها نخدموا عليها بعيدا عن متاهات تدبير الفائض نخدموا فيها، او الاحتفاظ بالمنصب الاصلي، الحق ديال الاحتفاظ بالنصيب الاصلي، او حتى حق الالغاء قبل ما يخرجوا النتائج النهائيه. احنا راه دفعنا الغاءات وكنتظروا الجواب ديال الوزاره. استبشرنا خيرا بعد انتظار مده طويله باش اننا ننتقلوا، ولكن تصدمنا يعني ان النتائج جاءت عكس التوقعات. بالنسبه للوزاره اعتمدت واحد المذكره اللي شاركنا احنا وفق الشروط ديالها، ولكن النتائج كانت عكس ذلك. إذا نطالب بإنصاف الناس رجال التعليم اللي هما شاركوا في هذه الحركة الانتقالية، ونتمنى يكون شي حل لهذا المشكل إن شاء الله.